اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. اعزائي المشاهدين، اصحابكم معنا في هذه الحلقه الى محافظه سوهاج والى كليه التعليم الصناعي على وجه الخصوص، لنرى ونشاهد معا ما تقدمه هذه الكليه لخريجي التعليم الصناعي واهميه التعليم الصناعي في هذه المرحله المهمه من المرحله الخاصه بالتنميه المستدامه وتحقيق رؤيه مصر 2030. يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي بالدكتور محمود سالم أحمد، نقول وكيل كلية الدراسات العليا كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي بسوهاج. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. دكتور محمود، في البداية ادينا فكرة عن يعني خبرة حضرتك بشكل عام، نقول في السنوات الماضية من أول ما أنت حصلت على الدكتوراه، يعني قول لنا إيه الخبرة بتاعتك اللي انت يعني طوال السنوات الدراسه وسنوات نقول العمل بتاع حضرتك الاول. اولا انا برحب بكم واهلا وسهلا في رحاب كليه التكنولوجيا والتعليم جامعه سوهاج. اولا طبعا انا كانت بدايه حياتي هنا في الكليه لما حصلت على درجه الدكتوراه من كليه الهندسه جامعه اسيوط. بعد كده التحقت بالكليه هنا كمدرس، دي البداية. وبعد كده مسكت رئيس قسم الميكانيكا في الكلية. بعد كده تدرجت في المناصب الإدارية، وكيل الكلية لشؤون الطلاب والتعليم، وبعد كده وكيل الكلية للدراسات العليا، ومسكت فترة عميد الكلية. بعد كده طبعا تولى الدكتور أحمد عبد الرحيم العمادة، وحاليا انا قائم بعمل وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث. نعم. دكتور محمود، لنا فكره عن الدراسات العليا والبحوث، ويعني كيف المراحل اللي بتتم فيها ايه؟ وبعض ادينا فكره عن بعض البحوث والدراسات التي قدمت من خلال يعني نقول خريجي كليه تكنولوجيا التعليم الصناعي بجامعه سوهاج. نعم. هي طبعا الدراسات العليا دي مرحلة تانية تبدأ مع خريج الطالب كلية. هناك لو الطالب حصل على تقدير مقبول بيلتحق بالدبلوم سنتين، بعد كده بعد ما بيخلص الدبلوم ممكن يلتحق بالماجستير، بيخلص الماجستير بيدخل على الدكتوراه. اما لو الطالب حصل على تقدير جيد فما فوق بيدخل مباشره على درجه الماجستير وبعد كده الدكتوراه. طبعا سواء دبلوم او ماجستير او دكتوراه بتعني بالاقسام الموجوده في الكليه. نعم. يعني قسم الهندسه الكهربيه سواء قوه والات او الكترونيات، قسم الميكانيكا اللي بتفرع منه ثلاث شعب اللي هو تبريد وتكييف وانتاج ومحركات، والقسم الثالث قسم الانشاءات المعدنيه والمدنيه. فدي كلها يا اما الطالب كل واحد على حسب تخصصه بيدخل ايه على يا اما دبلومه يا اما ماجستير حسب التقدير بتاعه يا اما دكتوراه. طبعا الدبلومه المواد اللي بيدرسها سواء في الدبلومه بيدرس مواد متقدمه عن المواد اللي خدها في المرحلة ما قبل الدراسات العليا. نفس الحكاية في الماجستير، بياخد أول سنة بتسمى السنة التمهيدية، بياخد فيها كورسات برضو، كورسات متقدمة للمواد اللي خدها. نفس الحكاية في الدكتوراه. بعد ما بيخلص السنة التمهيدية بيتفرغ للبحث. البحث ده بيختار إنه يكون حاجة يعني موضوع جديد او موضوع قابل للتطوير وللتحسين، ويبدا يشتغل فيه سواء عملي
او نظري او الاثنين مع بعض. نعم. دي اللي بيتم. الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول، والغلول جميع أنواع الحرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور محمود، يعني يمكن كلية تكنولوجيا التعليم من الكليات اللي هي بتجمع ما بين الجانب الأكاديمي والجانب التربوي، لأن هي معنية في الأساس بتخريج نقول معلمين بشكل عام. ادينا فكرة عن الدراسة بشكل عام داخل كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي بجامعة سوهاج. هو طبعا الكلية دي أنشئت من خلال 4 كليات على مستوى الجمهورية بغرض تحسين العنصر النظري للمدرس في المدارس الثانويه الصناعيه، لانه هو بالجانب العملي اوريدي يعني هو متقن فيه، فلازم يعني شعرت الدوله في مرحله من المراحل من المدرسين ان الجانب النظري مع الطالب شبه مفقود، فكانت الفكره من انشاء ال4 كليات بالشكل ده. فطبعا بيخرج مدرس تعليم صناعي، فلا بد ان هو الجانب التربوي لازم يكون موجود، فبيتم تدريس مواد تربويه من خلال كليه التربيه، هي بتقوم بتدريس المواد التربويه. المواد التربويه يعني اذا في مواد تربويه بجانب المواد اللي هي العمليه او العلميه النظريه. بالظبط كده. طب ما يمثله الجانب العملي داخل الكلية بالنسبة للطلاب؟ الجانب العملي علشان يأهله انه يقدر يشتغل في، يعني هو احنا الخريج بالظبط كده، يا اما يشتغل مدرس يا اما يشتغل داخل المصانع او يشتغل اعمال حرة او كده. فطبعا الجانب العملي المرتبط بالمجتمع من خلال يعني العمليات المختلفه داخل المجتمع، هو ده اللي بيهمنا، ان هو نحاول يعني نعلمه وندربه عشان يبقى مؤهل انه يشتغل عملي لما يتخرج بعد الكليه. نعم. طيب قلت لنا في البدايه حضرتك ماسك يعني في مشروع حاليا بصدد الاشراف عليه وبصدد تنفيذه، وهو يعني نقول عمل يعني نقول ابتكار جديد يخص ترشيد الاستهلاك بالنسبه للسلايه بشكل عام. يعني ادينا فكره عن هذا المشروع وعن ما تم انجازه وما تم الاعداد ليه. طبعا الدوله هي جزء من العالم، طبعا في مشكلتين رئيسيتين على مستوى العالم، العالم كله بيقابله، الطاقه والميه. نعم. فطبعا الدوله بتهتم بموضوع الطاقة وموضوع المية، وخاصة المشاكل المية اللي حاصلة. فإدارة المشروعات من خلال وزارة التعليم العالي بتطرح مشاريع، فكانت أحد هذه المشاريع مشروع تحسين كفاءة، قياس كفاءة الطاقة للثلاجات وتحسينها. فالحمد لله الكلية دخلت في منافسة مع الجامعات وقدرت تحصل على هذا المشروع وتاخده وابتدت تشتغل، لان في مراحل فيه لغايه ما ياخد الاعتماد. فالموضوع ده مضى عليه 2 3 سنين والحمد لله اخذنا اعتماد من المجلس الوطني لهيئه الجاك، وده كان مشروع متفرد على مستوى الجامعات، ما حدش خد هذا المشروع، وهو بيقيس كفاءه الطاقه للثلاجات. احنا اي مصنع بيصنع ثلاجات لازم ياخد شهاده اعتماد دول. بياخدها منين؟ هياخدها من المعمل اللي احنا، لان احنا معمل معتمد دوليا، فبيجي هو لازم عشان
عشان يتطرح في السوق وياخد شهادة اعتماد لازم يجي المعمل هنا ونعمل له مجموعة من القياسات بتثبت مدى كفاءه الثلاجه على حسب ما هو حاططها. يعني في الباركود على الثلاجه كده، نعم، في الاي وبي والسي سي، فهو بيقول انا الثلاجه دي انا صممتها وصنعتها واخده الايه الكود اي، فبنعمل تشيك هل هو فعلا هل هو للكود اي من خلال القياسات، وبندي له شهاده بعد كده يقدر بعد كده ينزل الثلاجات بتاعته في السوق. دي من ناحية، الناحية الثانية. طب يعني دكتور محمود، هل هذا يخص الثلاجات الخاصة بالمنازل أم الثلاجات الخاصة بالاستخدام التجاري، مثلا زي ثلاجات اللحوم، ثلاجات الفاكهة، الخضار، كل هذه الأنواع، وخصوصا أن هذه الأنواع مرتبطة ومتعلقة بمشروعات يعني صناعية كبيرة وبمشروعات يعني ضخمة، قد تساهم أيضا في الدخل القومي وقد تساهم أيضا في عمل مشروعات كبيرة، وتوفير، لما نقول توفير استهلاك الطاقة في هذه المشروعات هيساهم بشكل كبير في توفير الطاقة. لا، هي خاصة بالثلاجات المنزلية. وإن شاء الله مرحلة يعني مرحلة ثانية متقدمة لابد هندخل فيها مجموعة من الأجهزة بحيث تتسع الاستخدام بتاعها في قياس الثلاجات التجارية، وحندخل الغسالات إن شاء الله يعني المرحلة الجاية. الاستفادة اللي بتعود على الطالب لما هو بيشارك في هذه المشروعات، في هذه التكنولوجيا اللي هي قد تكون له مصدر رزق في المستقبل في مشروع خاص به أو في مشاركة في أحد المشروعات التي تعمل على هذا النوع من العمل. طبعا الاستفادة أنه هو، وخاصة الطالب اللي هو في قسم التبريد. نعم. فقسم التبريد فيه الثلاجات. نعم. فاوريدي كده بنجيبه ونقول له ادي الثلاجه مكوناتها وكده، واحنا عايزين نعمل نحسن من كفاءه الطاقه للثلاجات دي، فيبدا هو نوري له كيف نحسن من نرفع كفاءه الثلاجه من خلال مجموعه من الابحاث المعينه، فدي بتبقى تطبيق عملي للطالب انه هو بيدخل المعمل ويتعرف وتبقى احد البرامج التعليميه لي. نعم. دكتور محمود، اهتمام نقول كليه تكنولوجيا التعليم الصناعي بسوهاج بمشروعات التخرج بالنسبه للطلاب، يعني نحن نعلم ان في السنه النهائيه مطلوب من الطلاب عمل مشروعات، فدينا فكره عن هذه المشروعات وعن مدى الاهتمام بها. تمام. طبعا الطالب بيقضي 4 سنين في الكلية، في النهاية احنا بينتهي ان هو ال4 سنين دي بيعملوا عملية تبلور في المشروع، ان كل المهارات اللي خدها اكتسبها نظرية وعملية بياخدها في المشروع ده. فمثلا لو ما في مشروع تحليل مياه، فهو طبعا بيعمل نموذج علشان يعمل تحلية، النموذج ده بيبقى بيستخدم فيه عمليات اللحام، عمليات التصنيع المختلفة، بيستخدم فيها مثلا المواد الدراسية المختلفة، انتقال حرارة والثيرموديناميك ورياضة، كله ده بيأهله بنصب في المشروع ده. بالإضافة للشيء المهم انه هو طبعا بتقابله بعض المشاكل أثناء وهو بيعمل المشروع، دي بتأهله لما يجي يتخرج انه لما يشتغل في المصنع او كيف او في اي مكان عمل بيواجه مشكله معينه في المعده، كيف يتصرف ويتعامل معاها، ازاي يتغلب عليها وازاي ان هو يواجهها باسلوب علمي. نعم. واسلوب عملي من خلال ما هو اكتسبه خلال السنوات الدراسه. نعم.
دكتور محمود، ما هي رؤيتكم المستقبلية يعني بشكل عام لتطوير نقول آليات العمل داخل كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي بجامعة سوهاج؟ والله يعني ايه، يعني تطوير المناهج بحيث تكون مواكبه للتطور السريع اللي بيحصل في المجتمع وفي العالم، عشان الطالب لما يقدر يتخرج يقدر يواجه التقنيات العاليه والتكنولوجيا العاليه، يبقى على يعني على 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 مدار مع او مع مع مع, مع مواكب للتطورات اللي بتحصل في عالميا، ما يبقاش يبقى دائما اب تو ديت مع التكنولوجيا الحديثه. نعم. دكتور محمود، يمكن هناك العديد من المدارس الخاصه التي انشئت في المرحله الثانويه على الخط المتوازي مع مدارس التعليم الصناعي التي كانت موجوده والتي ما زالت موجوده، سواء في الثانويه الميكانيكيه او الفنيه او المتخصصه، والموجود منها يعني بشكل مختلف في محافظات مختلفه في مصر. هل هناك من رؤيه خلال الفتره القادمه حتى ان يكون هناك يعني خريج مثلا المدارس الخاصه بالمياه، المدارس الخاصه ببعض الصناعات الموجوده، هل من اقسام اخرى جديده يتم انشائها داخل كليه تكنولوجيا التعليم الصناعي حتى ان يكون له التحاق بشكل مباشر بهذه الكليه في المستقبل؟ يعني هو احنا بنقدم الشكر لسياده العميد، لانه من فتره قال لنا يا ريت عايزين نعمل يعني تطوير في الـ في الـ في الـ في في المرامج وفي التقنيات الحديثه اللي موجوده، فحتى يعني قال في حاجه خصوصا بعد تطبيق الساعات المعتمد الموجود داخل الكليه وداخل الجامعات المصريه عموما. يعني في مثلا النانو تكنولوجي، النانو اصبحت دلوقتي يعني طفره سريعه ومهمه ولازم نلحق بيها. نعم. فاحنا بصدد برضه هندخل موضوع النانو تكنولوجي في جميع البرامج، سواء في كهرباء او في ميكانيكا في انشاءات مدنيه، لانها بتدي يعني بتدي تطوير سريع وبتدي يعني كفاءات عاليه في استخدام هذه النوعيه من العمليه العلميه اللي هي موضوع النانو تكنولوجي. نعم. محمود، ما هي النصيحة تنصح بها يعني نقول خريجي التعليم الصناعي بشكل خاص وأيضا القائمين على التعليم الصناعي في مصر، وخصوصا نحن نعلم أن ميزانية التعليم الصناعي في التربية والتعليم ميزانية ضخمة وميزانية كبيرة، ولكن للأسف الشديد أن الخريج ما بيطلعش معد على المستوى الذي يؤهله لسوق العمل بالشكل المباشر والشكل اللي هو يعني يعيد الثقة في هذه العملية بشكل عام. والله احنا بنأهل الطالب، بنأهله وبنديله الثقة من خلال السنوات الدراسية كلها الأربعة، بنقول له ايه، بنقول احنا بنديلك قاعدة تقدر تشتغل بيها بعد كده، سواء قاعدة نظرية او عملية، دايما بندفعه ونديله ثقة، ما تعتمدش على الشغل الحكومي، انطلق في انت من خلال ما خدته ما اكتسبته من مهارات سواء علميه او نظريه تقدر تشتغل في اي تشتغل في المجال بتاعك، ولا تعتمد على ادخل في مشاريع صغيره، والمشاريع دي الصغيره حتكبر، والحمد لله بداوا يعني في نماذج عديده من الطلاب، حتى بنستعين بيهم اثناء حفلات التخرج للطلبه اخر السنه، بيجيب النماذج دي هي المشرفه ونقول لهم تعالوا اديهم خبراتكم واديهم ثقتكم، علشان لما يطلعوا لسوق العمل يبقى عندهم ثقه يشتغلوا
ويبقى عندهم ثقه ويشتغلوا ويعملوا. نعم. طيب هل تنقصكم احتياجات تخص المعامل، تخص الجانب العملي داخل كليه تكنولوجيا التعليم؟ ونحن نعلم ان الاقسام الموجوده يمكن ان يكون فيها توسع في المستقبل في اقسام اخرى يحتاجها سوق العمل داخل محافظه سوهاج وداخل محافظات جنوب الصعيد بشكل عام. بصراحه ينقصنا معدات وينقصنا يعني اجهزه قياسات علشان نقدر يعني نرفع بها من كفاءه الطلاب. يعني هي ليست كافيه بالقدر الامكان، دي الحقيقه يعني. فنامل تدعيم يعني من سواء من الحكومه من الجامعه من علشان يعني يكتسب الطالب او يتعلم الطالب اكثر من كده. تتمنى ايه لمصر الفتره اللي جايه ومع تحقيق رؤيه مصر 2030؟ الاهتمام بالتعليم الصناعي، دي القاطره اللي هترفع مصر ولينا نموذج حي ومعروف. ألمانيا بعد الحرب العالمية إيه اللي خلاها بعد الانكسار بتاعها، إيه اللي رفع ألمانيا؟ التعليم. وأنا كنت في زيارة لألمانيا لأحد المدارس الثانوية وشفت الكلام ده، إن هو المدرسة بتبقى مرتبطة بالمصنع مباشرة، بيدرب في المصنع والمصنع بياخد خريج المدارس لهي. فدل ودي الامنيه الكبرى. نعم. ومحتاجين نعيد الثقه بين الصناعه وبين رجال الصناعه وبين التعليم والجانب الاكاديمي الموجود سواء داخل الجامعات المصريه او داخل مدارس التعليم الصناعي. بالضبط كده، هي مشكله عدم الثقه. ما بين الجامعه وما بين كليات التعليم الصناعي او كليات كبيرة، ما بين الاثنين في عدم ثقة، انه هو بيلجأ للأجنبي لو عنده مشكلة تعالى، او زي ما بيقولوا ايه بياخد تيرنيكي من شركة برا ويعمله. لا، احنا عنده الخبرات وعنده الأكاديميين وعنده الناس اللي ممكن ان هي تقوم بهذه المهمة بأقل تكلفة وبأقل في الوقت، انجازا للوقت. ده ابن مصر. نعم. ده ابن مصر يعني، من لابد هو يستعين به، ما يستعينش بخبير اجنبي. احنا افضل من الخبراء، ولينا يعني حضرتك يعني النماذج بره مشرفه يعني كثيره. من علماء ومن يعني شوف المهندس هاني سويلم اللي هو عمل انفاق المانيا. المانيا. نعم. ده نموذج مشرف. مهندس مصر عمل الكباري الموجوده الضخمه في المانيا ايضا ودون ان يوقف حركه القطارات. بالظبط. الكثير من التجارب اللي احنا شفناها. بالظبط كده. نعم. احنا في نهايه لقائنا بنشكر الدكتور محمود سالم احمد وكيل كليه التقنيه التعليم للدراسات العليا بجامعه سوهاج. أعزائي المشاهدين، وكما شاهدتم معنا أن الصناعات الصغيرة وتكنولوجيا التعليم هي قاطرة التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة. نشكركم على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.